فاللي بيحصل هذه الأيام هي حملة غريبة بتحدث ضد النادي الوحيد اللي بيمثل مصر في نهائي دوري الأبطال. بيمثل مين؟ هل النادي الأهلي ده بيمثل بلد آخر؟ النادي الأهلي اللي بيمثل مصر اللي هيلعب يوم الاثنين القادم وفي الحرب بتاعته مجلس الإدارة ماشي فيها، حرب الرياضية يعني ماشي فيها، والحرب المحلية برضو الرياضية ماشي فيها، عشان في النهاية يتقال من البعض ان الاهلي بيتحط له سكر عشان يتاجل له، او تاجيل الاهلي سكر وتاجيل بقيه الفرق مهمه سريه. تخيل حضرتك ان ده بيحصل. انا بس حبيت اوري لحضراتكم المعلومه الخاطئه اللي بتطلع على الهواء مباشره، يعني على الهواء كان حد طالع يتكلم بهذا الامر. الحد ده كان طالع يتكلم بهذا الشكل وبيقول كل المعلومات اللي بيقولها للاسف الشديد هي معلومات خاطئه. انا بس قلت لكم ايه المعلومة الغلط وايه الصح بتاعها. فمش عارف الواحد هيفضل كده لغاية امتى. يعني انا نفسي اطلع اساند وادعم واقف مع النادي الاهلي واقول يا جماعة نادي الاهلي الفترة اللي جاية لازم نقف كلنا جنبه، اهلاوية وغير اهلاوية يقفوا جنب النادي الاهلي يوم الاثنين القادم. النادي الاهلي ينتظر ان مصر كلها ان شاء الله تقف معاه، مسؤولين. والحقيقة مش عايز اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، كله هيتقال في وقته، ولكن في النهاية اللي بيحصل ده خطة ممنهجة بقالها يومين ثلاثة علشان الناس بس ايه عايزة تفقد تركيز. محدش بيبص للمصلحة الوطنية، كل الناس بتبص لشيء واحد فقط وهو مصلحتي ايه. محدش بيبص للمصلحة الوطنية ابدا. حبيت بس ان انا اقول لحضراتكم الكلمتين دول قبل اي شيء اخر.